حنايا قعدنا هنا سمانه في الباز في سطيف على كل حال، الحمد لله التحضيرات تسير مليح، تما شغل على قدم وساق كما يقولوا، ما جوال كاع راهم سيريو، كاع راهم يخدموا على بالنا بلي تما شغل التحضيرات شاقه، لازم واحد يكون سيريو فيها، وان شاء الله يا ربي كما يقولوا نصرحوا حسين ديال العام اللي فات لحقت لا فينا تاع لاكوب، ان شاء الله حنا هذا العام عندنا تحدي اخر هو كما كوب ضرب، ان شاء الله يا ربي نديروا كاع اللي علينا ان شاء الله بالخدمه ان شاء الله باش نلحقوا ان شاء الله اللي بيتنا نحوسوا عليه ان شاء الله. الحمد لله التربص تاعنا كان ناجح، ان شاء الله الحمد لله الانسان كيخرج بدون اصابات يعني ما كانتش خطيره بزاف، اصابات خفيفه على شارج. نتمنوا حنا نهضروا على المباراه التويديه هذه اللي جات في ظروف عاديه رغم التعب ورغم الاصابات الكثيره اللي في الفريق، الحمد لله جريناها وخرجت على خير ان شاء الله. الحمد لله يعني الماتش كيما الماتش تاع اليوم تعبنا فيه شويه باش نخدموا منه، وما جيناش باش نريحوا، جينا باش نخدموا والتعب تاعنا ان شاء الله ما يروحش باطل، هنا نوجدوا الشامبيونات على بالك باللي صعيبه اللي بريبارو بيها، انا كملنا بريمير ستاج باقي لنا بريباراسيون تاع تونس وان شاء الله نخدموا فيها. فيما يخص التربص بصفه عامه كان في احسن ما يرام، كل الظروف كانت متاحه لنا باش قوموا بتربص ممتاز في الفندق ولا حتى المركز الباز اللي يعد من بين اوائل المراكز اللي في الجزائر، نظن انه تحفه وفيه كل يعني الامكانيات للفرق الجزائريه انه تجي يعني تقوم بتربص هنا، الحمد لله كان كل شيء موفر.